انت بنظرك بحرب تموز 2006 كنت عم بتقاتل مين؟ جماعة إرهابية؟ يعني سالوني، يعني سالوني انا هذا السؤال، اجوا قالوا لي كيف يوسف، اصحابي من الناصري قالوا لي يوسف انت فايكس على لبنان، إيه حاسس انه يعني كيف احساسك تروح تحارب اخوانك العرب؟ قلت لهم انا محارب اخواني العرب، انا محارب حزب الله اللي هو حزب ارهابي. وعلى فكره الحزب حزب الله هو حزب ارهابي، مش بس على اسرائيل، حزب الله هو حزب ارهابي على اللبنانيين. وخليني اخرفك يعني قصه اللي دائما بحكيها في محاضراتي، لما انا فتت على لبنان في بن جبل، بعض البيوت ما فلوش منها اللي ساكنين غاب، تمام. وانا تفاجات انه العيله اللي واحده من العائلات اللي بقيت في هذا البيت، لما انا فتت على البيت هذا وعرف انه انا بحكي عربي، قالوا لي جمله واحده: اذا انتم مفكرين انه حزب الله بيعملوا الارهاب على اسرائيل بس على اسرائيل، انتم غلطانين. ومش بس هيك، وطلب منه مني انه ننصر في الحرب. هذا واحد لبناني في قلب لبنان حبيبي. لما حكيت لاصدقائي في الناصري وقلت لهم انه انا مش محارب اخواني العرب بل حزب ارهابي، ما فهمونيش. وانا شخصيا صوبت اصابه كثير صعبه في لبنان، واللي كنت فيها تقريبا اكثر تقريبا 10 اشهر في المستشفى. وخلال زياره اصحابي اللي سالوني كيف يعني انه انا رايح احارب اصدقائي العرب، لما اجوا زاروني في المستشفى قالوا لي بس شغله واحده، اول حتى ما قالوليش مرحبا، اول ما فاتوا على غرفه المستشفى قالوا لي: يوسف فهمنا بالضبط عشو حكي. والسبب انه قالوا هاي الشغله لانه خلال حرب لبنان في 2006 44 مواطن اسرائيلي انقتلوا على يد صواريخ حزب الله، نصهم كانوا عرب مسلمين،